أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لبابات الصفة مشبهة دو نكتة ما بنك أرزكم أبيش أوكا أو تيكاكا لنا صفتي مشبهة بحث ما كل كفرمي، لأن الخفض ناشئ على الأصح عن النسب لا عن الرفع، لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، إذ الصفة أبدا عين مرفوعها وغير منصوبها، فافهمهم. عبارته كان جاروبار قرانيان بسال هذه بلان مفهوم ومضمون ومحتوى كان يكيك هل ان بحثا لا قتل الندادة خدي مؤلف بياني اكا بلان ليه بعبارتي شكا دوا وكذا فرمي معمول صفتي مشبهة سي حالتيها يا مرفوع يا منصوبة يا مجرورة دوا تاوتو يكدني هرسي كان لبدا أبم جورد أفرمي وأصل الأوجه الرفع، وأصل هذه الأوجه الرفع، أصل أم صورتانا رفعيا، وهو دونهما في المعنى بلامك أصليشا بائن ترى لجرّو لنسب لمعنى دابو چونك لحالة رفع دا مبالغة يدانية قضية كاوية توك اكتد زيد حسن الوجه كوا وجه ما فاعلو فاعلي بلين اي زيدية بفرس او مثال دياني نو بفرس هيج مبالغة يدانية بوتو لركان دا موصوفة كما كزيدة الحمد لله رب العالمين. ما تو الله زيدون مثلا حسن الوجه اما معمول كي كمرفوع به معزلة زيدون حسن وجهه او اشتباه مسلم هنا زيدون حسن وجهه لركان دا موصوفة كمان كزيدة مبالغة تلانية ام حالتك معمول صفة مشبهة مرفوع به بو چونك موصوفة كمان كزيدة لواقع دا برق لذاتك يعني موصوفي اكي موصوفة كمان لدا بحثي جواني اكي دكري بلان جواني اكا همو ذاتكي ناقلتا و برق لذاتكي دكريتا و كرخصار رومتيتي كواتشا بلين بلان ويتفرع عنه النسب ويتفرع عن النسب الخفض بفرع لنسبة دبيتا وشي بفرع لرفع دبيتا والنسبة وبفرع لنسبة دبيتا خفض يعني النسب ل لرفع وديت وجرش لنسبة وديت آوة جاء بلام لنسبة كولا جر كذا موصوفة كمان كذاتي بلين زيد لمثال كذا تواوي ذاتكي متصفة بحسن أو مطلبك يا كلير دا أو دفر بس خلاصي كلام أصل لم معمول صفة مشبهة أو كمرفوع به بلام لواقع دا لباري تأكيد مبالغة كم ترى لحالة نسب جركي بو تشونك حالة نسب جركي بجوريك ك بتواي معناه مبالغة وتأكيد تدا لحالة رفعك دا ذاتك بريجي لو مثال انا ذاك ذكر ما كرت بريجي وصفي حسني بذكر ذاك ليك وجهه بلا ام لحاله النسب جرده كل ذاتك ام وصفي حسني بو لنظر دجيرت او مطلبك مطلبي دون ك ابن هشام فرموي وتضمن ذلك امتناع الجر في نحو زيد الحسن وجهه منع بلي
زيد الحسن وجهه ومنع ومن ابلي زيد الحسن وجه ابيه من اشولي زيد الحسن وجه من اشولي زيد الحسن وجه ابين اما دبابه مختصر لس الامانه قصب كين چونك براسي بحثي معمول صفتي مشبهه بما بيتيلترين بحث براسي لنحو ده هندي بحثا لنحو ده زو زور بيتيدن زو مرموزن ام بحث حالي دجرين بويتشك لشرح كان الفيه باذن الله شبهزة المرضية سيوتي بي شرح ابن عقيل بي لسا الفيه اللي دا بي بتواي معنا تاوتي ويبكين ليرا دا فقد هر اوان دا دلين بو لم تشوار صورة دا منع اضافة لكتب كدا واي نسي وذلك وتضمن ذلك امتناع الجر في زيد الحسن وجهه او درست اوا بلا من ابلي زيد الحسن وجهه او تنتين نتين زيد الحسن وجه أبيه أو إشكالية يعني هو بلا أو إشكالية لا بلا زيد الحسن وجه أبيه أو ودواتر الحسن وجهين الحسن وجهين دروستا بلا زيد الحسن وجهين منع زيد الحسن وجه أبين دروستا بلا بلا زيد الحسن وجه أبين غلطة ليرا كندا ابن هشام رحمه الله فقد أمن دي قلت كاكتي تبين مكر كأن جواز الرفع والنسب مطلق حالة رفع النسب كمطلقين قيد قيودينية بل وأن جواز الخفض مقيد بأن لا تكون الصفة بألو المعمول مجرد منها ومن الإضافة لتاليها بل أوك جر دروزبيت قيد بسترا وتوبتي بوا كصفتي مشبهك ونبد ألي بيو معمولك مجرد بلال دبي أجر ويستد صفتي مشبهك إذا فكر برو معمولك وصفتي مشبهك ألي بو معمولك أش ألي ببيت ومن الإضافة لتاليها ونبد صفتك ألي بيو بيو بلا معمولك إذا فنكرت برو اسمك كلدوا خوي وديو ألي بيو نبيت بس كات أجر صفتي مشبهك إذا فكر برو معمول معمولك يا خوي بلا معمولك يا خوي ألي بي ونبو قيناك بلا بو مرجك إضافة بكرة برو اسمي بعدي يعني معمولك إضافة بكرة برو اسمي بعدي كألي بي وبي مثلا شون أها الحسن وجه أبيه الحسن وجه أبيه دروس برفع وجه إخواني بلا بلاي زيد الحسن وجه أبيه غلط بو شون كدروس صفتك ما ألي بي وبي وجه معمولك يدي بي وينيا بلان أها أبيه شبيوينيا كوجه بو إضافة كلاوة أو غلطة لردا دليلي منع بني أمانة أويا كسفتك بعام ألي بيويا بلان معمولك مجرد لأل يا معمولك مجرد بلان يا معمولك بل مجرد لإضافة كدن برو اسمك لدوا يدو ألي بيو بيت مثلا لردا وجه أبيه وجه إذا فكر برو معمولك كلدوا خوي ويتي تاولي بلا أبيش لردا كندا دوبارا بيألا مثال أخي زيدون الحسن وجه أبين حسن إذا فكر وبألا وبرو وجه وجه إذا فكر وبرو بلا ندبيا أبتي بيو بيا ألي بيو بيا بلا زيدون الحسن وجه الأبي دروس تو تشيت دانيا بلا او تنها دليل كوا ابن هشام بياني كاويا بلا زرتك بلا الدليل هاي كشيان بذكر كدو كل درزي بيشو عرزم كدن او اذا فلم شوار صورة دا اگر اذا فش بكري نمو فيدي تعريفة نمو فيدي تخصيصة نمو فيدي تخفيفة او بم دليلة كوا أم إضافة بم صورة صحيح نيا بلا إن شاء الله لا بالات لم كتبه كده جينيا مطلبي أصلي اللي بدأ تعود يا دكان وأو اشتاج بلام الأخير ده أم حالتي معمول صفة مشبهة وكو أرزم جدا اشتكي بيتي ده لنحو براستي اشتكي زوزور ناخوشة بوي منوي كأجدارم بما بي
تا لسر قلم آخر زور دقيته مثلا دو بيتي هي ابن مالك رحمه الله لو لو زمين دا يتب واقع اشتهي زور سيرة نازانم ام بياوا ام هم صورة تاني تون لو دو بيتها وجيبوتها بس ام بو نمونة صفتك بقلبي يا بقلبي جا ام جا صفتك اضافه بكريت يا اضافه نكريت معمولك اضافه بكريت يا اضافه نكريت ام جا دوباره معمولي اولي برفع ابي بنسبه ابي بجربت خلاصه تو بيني همو امانه زربك يعني اللي حاصل دبيت من اقاداري او هم كيش لزانان وكباري جدول وسر كاغس نزيك 14,000 صورتي حل كدوا كواقعا شتيكي زوزور بيجي دي جا ام جا تقسيم دبي بچن بش حسنو برق احسن شي بودا دنين قبيحو ممتنع بزاني ام جا ام هرب ام با ام بشانيا بركام ام تقسيم بندي كديكي بركام بشدكيد وام جا هموشي دبي او بدليل ومدركه وكبيليت لا واقع دا او اشتكى دروستا لبل او دليل دروستا او ان كدروزني لبل او دليل دروزني وقع شيكي زوزو سخته وان شاء الله باذن اخو اخ خاتمني دا لشرح الفيه دا دبي بتواي معنا اما سلتا او تويدا كينو برصيكي البياني بو اكن ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قلت السادس اسم الفعل نحو بلها زيدا بمعنى دعه عليكه وبه بمعنى إلزمه وإلصق إلزمه وإلصق ودونكه بمعنى خصو ورويده وتيده بمعنى أمهله وهيهات وشتان بمعنى بعد وافترق وأوهن وأفن و بر قم و و أزانم أم أوهين جونا أو شتيش أواد خوين لتاني وأفن بمعنى أتوجع وأتضجر ولا يضاف ولا يتأخر عن معموله ولا ينصب في جوابه وما نؤمن منه فنكرة. أفرمي الشاشة من دانا لو أنا كعمل فعل لك اسم الفعل زرت شك وكبلها زيدا بمعنى دعه يعني وازل بينا عليك هو به وبه يعني عليك به آوى نك به بتنينا عليك هو وعليك به عليك هو يعني إلزمه وازل مينا لقلبة عليك به يعني إلصق بيشاس بينا دونك هو بمعنى خصو بيقرا رويده تيده بمعنى هدشان أمهله مولتي دا هيهات وشتانا بمعنى بعد وافترق اوه أفن بمعنى أتوجع أتلجر إني بمعنى بترتيب كهناني زوربان بمعنى أمر بن أم دويان بمعنى ماضي بن أم دوانشا بمعنى مزارع. على اسم الفعل لا يضاف إضافة كدنينية وهشتك شبر إضافة نا مضاف دبيت نلبيت شي مضاف إليهش ولا يتأخر عن معموله أو معمولك هيتي اسم الفعل ليدوانا كيو اسم الفعل بها مش لبج معمولك كيو بيت ولا ينصب في جوابه لجواب اسم الفعل دا لبشي طلب يكيدا فعل مزارع منصوب نابت بلا منزومة كي هي وما نوين منه فنكرة أو بششيا لاسم الفعل كوا تنوين دخوا أو تشيا أو نكيليا زور باش. وأقول السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل شش من دانا لو اسمانيك عمل لك بنوع عمل فعل اسم الفعل وهو على ثلاثة أنواع لسد سبشة يك ما سمي به الأمر
وهو الغالب. يتشان لو أنا كوا ناو دندري بوي أمر بي ناو دندريت يعني بمعنى أمر دبيت، وهو الغالب كأو الصورة هر يزوري اسم الفعل، اسم الفعل هر يزور حالة زوري كي أويا. فلهذا بدأت به بويش شروع بوكرت يعني شروع أمكر به بأمرك چونك اسم الفعل زور بيان بمعنى اسم معنى أمر. ومثلته بخمسة أمثلة وببينج مثالش مثال بوه ناو تاني أو وقت هر أم بينجنين وبوي كوا واقعا بزاني اسم الفعل شندانا اي بشي امريكي وبشي ماضيكي وهروها بشي مزارعكي هر سم بشي مزارعكي اختلافي كي لسلا بدبيت هو مراجع بكي بكتبة جورا كان لنحو داوكو مثلا شرح تسهيل فرص كوا ياوكو شرح تسهيلي بلين ابو حيان ياوكو ارتشافي باسم ابو حيان امانا ياكو شرح تسهيل مرادي اما هنديك عالم شتيان لسر شرح تسهيل نسيوا ياكو شرح تسهيل ناظر الجيش اني دبي مراجعة بو كتابة مطولة انا بكي يا او شرحاني كلسر كتابي سيبو نسلاون كهاميان شرح قطور قولي ياكو او شرحاني لسر مفصل زمخشري نسلاونو دو تريج مراجعة بلغت بكي بو كتابة لغتي انا كوا مرجعي اصيل نوكو لسان العرب مثلا تاج العروس بلين لكتابة كاني قديم دا كتابة كي أزهري خوالي رازي به كتابة كاني ابن سيلة خوالي رازي به أو أنا بنو هايك واقعا أوي كوال لم بابة لا اسم الفعل به ذكر يعني كدو هنا يعني ذالي بتو أقام رازع أبو شنان بكتو إيشان وهي بلهب دالله بينز مثال من إيشان كبلهية بمعنى دعا كقول الشاعر في صفة الصيوفي شاعر بحثي أشارك كان وشارك دا وصف شمشارك عندك دلتي تزر الجماوج مضاحيا هاماتها بل هل أكف كأنها لم تخلقي بلجوان قالتي تزر بما تزر وانا تدعو تتركوها أو كما زي كي متركة جما جم جم جمجمية كالسر ضاحيانها بارزا ظاهرا يعني مشخصة كمان كها ما جميع هما من الصلاة بل هل أكفها أجاب نسبة خيني أي أتركها ولا تذكرها في كلامك لأنها طائحة لا محالة. شاعر هذا لا دلتي دل أمشي مشيرانا جمجمة كان فرددا تقولي جمجمة كان فرددا ضاحيا هاماتها كسركان يان ليبو نواني كوتل لميدانا واضح عشكلا بل هلا كفة أكوف جمعي كفة بلدست أو بشيك كفي دسخو مشخصة مكسر كذاني بل هلا كفة تظلتو باسي أكوف مكة كأنها لم تخلق وتسركان لي بنا أنا كل أصلا دست شيء هاد بحسي ماك جاري ردا بل هل أكفة تقولي أما رواياتي نسبة شاهد كشما لسر أويا بلان دو رواياتي كهيا يجي أن لسر جرك إضافي بل هي بوكرت يجي أن لسر رفع بل هل أكفو أكفة أجب نسبة أو محل شاهدي أنا يا بلان برف وبجرب بلي بل هل أكفو بل هل أكفي أو محل شاهدي إما نية جاء وقت معنا كان شي دماميني رحمه الله توضيحي كباشي وداوة رواياتي نسبوك بلا عرزم كدا بلا دل وقت السر كان لي بناني دستك أن تلب عصيمك أو أهل عصانك زور بعصاني لي بناني نمش مشيران أو عند برندقيان هي أو عند كاران هي لميدان ده ام جا بلان معنا كيدا فرمي لسر رواياتي جر اويا يعني جمجمة كان كويل دكا بلا بنوعي تي بنوعي ويال كدنو لبين بردني اكوفا كان كوال لجاكا كان اخوان نماون وق اويا كقد قد اصاها دروز نكلابن
ألا معنى لسر رواتي لفكت شوية كأم شمشيرانا قبائلي عرب كزورنو خلاصة مشخص لنا وغلق ده وان ليدكا وان ليدكا سريان بيه ونميني وكوي كوا سريان لجيك إخوان ده لو جسمان ده دروز نكرا بس سريان بيه بو دروز نكرا بلكاتي خوي ده أمجا چونا حالي أو دستانا كواقعا زور زور بقى أساني لده بنواني للروايات رفع ده ظاهرا بل هذا بيتا شي بيتا أداة استفهامك المجام وغيها البعصيك زور باش أي دعي الأكفة زور باش ألا وذلك في رواية من نصب الأكفة أما كيما بحثي كابو إما برابر رواياتك كوا أكف منصوب به جاد بيتا محل شاهدي أما لا شعر كذا بلام وأما من خفضها أوش كوا بلا ألبت الشعر كجو كنفيتي كابي بني مالكي أنصاري أخوالي راسيبي شارك حجته بلى وأما من خفضها أو كأكفي مجرودك فبلها مصدر بمنزلة قولك ترك الأكفي بل هذا بيت مصدر تلوكات إتد تازا محل شاهد إيماني وكتيوكو اسم الفعل بلى مصدر بلان بو وصفك أما مثلا للفظ خوي فعلي بو نيا أعوى أو كاتا إضافة مثلا بلو شوية بلو مفعولك وكل ضرب الرقابي بلا وأما من رفعها أما أويك رفع بيددا يعني دخلنا دو بل هل أكفو بلا وهو شاذ كالحركاتي شاذشة يعني رفع كي فهي اسم استفهام بمنزلة كيف على أولها اسم استفهام لجي كيف دان دراو يعني وكو كيف حسابي بودكري أما خطرب أبو الحسن لا يعني أخفش لا بصري كان بيان وايا بلها بمعنى تدت بمعنى كيف دت مثلا دلن بلها زيدون يعني كيف زيدون مرفع دي خلنا إتو كاتب منزلة كيفية وما بعدها مبتدأ وما خبره أم بوخي دبيت خبري مقدم بلها الأكوفو دبيتتي مبتدأ مؤخر زوت شاك دوم دانا وعليكه بمعنى إلزمه نحو قولي تعالى عليكم أنفسكم أي إلزموا شأن أنفسكم يعني كاتان بخوتان بخريكي خوتان بن براسي كارباري خوتان كان آوى ويقال أيضا عليك به أوجد خندري طبعا عليك به بلى جا وقتي فقيل الباء زائدة بركت أنا بك زائدة يعني خوي متعدية بوصلي بك متعدينية وقتي معناك يعني إلزمه وبركش دلن بلى اسم لإلصاق يعني متعدية بتيبة بيكا جاء بيكا زائدة به بي. أو خوي متعدية برو زميلك أجا نخي بما زائدة نبيو بمعنى إلصاق به إتا بيكا تيا ببيكا اسم الفلك متعددة به دون إلزام بلا وقيل اسم للساق دون إلزام بلا أو أختي دواتر ودونك بمعنى خصوك قولي صبية لأمها دونكها يا أم لا أطيقها بلى دونكها يعني خصها بلى ورويده وتيده بمعنى أمهله أمش شوار بنجكي كدلا بمعنى أمهله أجل خارو فرميتي ابن منظور للسانة تيدي برفق معنى كل تواني بلوا يعني هو كوي كأجى اسم الفعل به يعني ترفق به بمعنى ترفق به دبت بلا دلا عبارة ابن شام صحيح ترو درست له
بلا او بشي اسم الفعل امر بل وما سمي به الماضي و بشيش كمان هيك بمعنى ماضية وهو أكثر مما سمي به المضارع إني أوص من فعلك بمعنى ماضية أفرمي زورت لو بشان كمان نسي بمعنى مضارعة فلهذا قدم عليه بويش بيش كوتو بسريدة يعني لبيش هو بحسي أمر دي تونك غالبا كيتي دواتر مازيكا بسر مزاريكا بيش دكي بو تونك بشي مازيكا تيا زوترة ومثلت له بمثالين دو ده أنا مثالي شم بو ذكر كرت بش هيهات بمعنى بعودة وشتانة بمعنى تي افترق شاعر دلتي فهيهاوت هيهاوت العقيق ومن به وهيهاوت خل بالعقيق نواصله بله هيهات اول اخوال نسيبتي تشوار شوين هن لنا عربان لولاتان عرب دا كبا هيهاتنا يوندر كدوة بعقيق ما زالتم هي عقيق عقيقي يمامة عقيقي مدينة عقيقي تهامة عقيقي تنازام قنانة قنانة شوية بنجدين بلا معنى شركش واضح معلومة بهرحال مشخصة بلا هيهاتي ديوميا شاهدي ما نسر أوين لسر هيهاتي أولا هيهاتي ديوم تأشيري بوي أولا وقال شتان هذا والعناق والنوم والمشرب البارد في ظل الدوم بلى شتان هذا أو ك هذا يتلك دوا مرفوع كدوا شتان هذا بلى أم اسم إشارة كهذا لردا أتيتو عائدة بلو أوشتكوا شاعر تشتويتي لسختي لحالة فراغ ده على دورة أوى دورة مع ذلك شتانة هذا يعني افترق شتانة بلى يعني جابوا أوى والعناق والنوم عناق بمعنى معانقي ونوم كمشخص والمشرب البارد في ظل الدوم تر شاعر مشخصة دلتي لذا شنو مثل شتانية أم جاء فرمي ولك زيادة ما قبل فاعل شتانة بوتو هيا ما يك زياد كي بيش فاعل شتانة يعني بيش أو فاعل شتانة ذكر كي أتو بوتو هيا تسيب كي ما يك ذكر كي زرتك كقوله وكو شاعر دله التي شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري
شتان ليرة دا أو اسم الفعل كيا ما زائدة ما زائدة يعني هيش كارك ناكا أو هاروكو يا قلت بتر شتان يومي بلى كورش كوا الأخوار ونصيبتي أو رحلة كوا لپشتی ناقه که دادن دریو بای سواری ببینه کولاتی خوامان دا ها کوپان هیا با ولاخ که سواری دبن با وشترش پیالان کور بله لیره کانه دا ما لپش فاعلی شدانه که یومتی زیاد با و او وقتا ام شعره اختلافی که لیه دروز با يعني محتواي ام شعرك و بيش فاعلي شتانا ما زياد بكري اختلافك اللي دروس بوا كالحق محقق كتابك محمد محدن ابو الحميد تواي مطالبك يكون كل دوتا وجا كاري ام محقق انا زوزر بعد الشباب دليل وي يكي يوكو من بيها ولا سال اما سلاسه تحقيق حلاني كم لدى فانز بيست زياده الداقري لو كتاب مفصل عنك براسيش تاكد كان تاب النتيجه داقري فلا ام خويل راضي بيه زور زور بوردي هاتوا مجموعي آراء علماء لبن دمي تفادانا و أصل صحيح كشي هربو ذكر كردي ألي ولا يجوز عند الأسمعي وأسمعيش دروسة شتان ما بين زيدين وعمرين بلام وجوزه غيره محتجا بقوله لشتان ما بين اليزيدين في الندى ألي تشي ألي ليرة دا اللي أسمعي أم مثال دروزني شتان ما بين زيدين وعمرين يعني أما يا زياد بكرة ليرة كان دا بلام غيري أسمعي أو إذا زيدا دليل كشيان شعري أم شاعر بوا كعليتي على لشتان ما بين اليزيدين في الندى ندى بمعنى سخاوته بله علی اول خودش نزدیک دل اما لمشه داده باسی دو دانه یزید ناو دکه یکیان یزید بنی حاتم و یکیان یزید بنی اسیده علی فرقی اینه ام دو دانه یعنی یکیان مدح دکه ایدو منظم دکه فرقی که لبین ام دو یزیدان ده لندا یعنی لسخاوته لرده بلای اسمعی و دروز نیا البته أسمعي لغوي بوا نحوي نبوا سكاني أسمعي لباري لغتها واقعا ورد جيرين علماء قبول يانا بلام لباري قواعد علم عربية ونا سكاني ورد جيرين بدليل أو شوكا كسيك نحوي نبوا وأما قول بعض المحدثين جاوزئتموني بالوصال قطيعة شتاون بين صنيعكم وصنيعي ك فلم تستعمله العرب بلى قسي برقلتي جاء اوي اوي ك شي في ظلن اسمعي ذكري ذكرت كذا يقول منع اوي كبين بيد بين كلمه بين مع بين او كلمه لوسط دابي افرمي او خدا غنو اجازه پی ندراو جایسه تحقیق کتن بو اخوین مو كوا محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تحقيق کی باشی دو زمینه کلم خلاص یک اخوین مو بله دو او کبانی شاهد کی کر دو الله ام شاهد کا هيا شتان ما بینه ک بین بیت أو بلى إذا أزفرمو بلى شتان ما بين جاء وقتك أميكا هات وما بين ما كظاهرا دبيت ماي موصول فعلي شتان دبيت يتر بين دبيت بين صفة دبيت جالي ركان دا
اختلافك هي أصل اختلافك هي بررسيك على إما دمان هو دليلي أسمائي كدل النابي ودليلي غير علماء كإجازة ددن بود بيانكم بوي اشتكت بورن وبيت علين أوي كمعروف لا أسمعي أوي كذا منع بقتري شتان ما بين زيدين وما بين عمرين يعني أو ما يبه بلاي أسمعي وما كما يوصل وقتي زائدة نابت لدوا شتان نابت بلاي ومنع جادله وشتيكش نخل نكلا ولا أسمع يوكا بياني أوكا بوتي بلاي ومنع بلام علماء هاتون بالرسيق سكي أسمع يانك الدواء سيدا نرى إيدر هاتوا أوليا أويا دليل امتناعك لجهتي بحثو الذكر كديني بينه ويا نقل جهتي شتانا ويا توضيحك شي أويا كبين دبي إضافة بكريت برو متعدد يعني برو زي عددك كزي عددك نتسني به نجمع بيت مثلا بونمونا دلت ونات وين بلا جلست بين الزيدين درسنا بلا جلست بين كرام القوم بلان إضافة دكي برو متعدد لقل شي لقل فاصليك مثلا تتوين بلا جلست بين محمد وعمري أو محمد وعمر زي عددا بلان بواوي عطف فرقيا كلاوة ما مصى محمد محمد عبد الحميد فرمي أم دليلة دليلي شي خوجنية بو تشنك بناغي أم دليلة لسر أويا كفراء برو أول روشتوا كاكتويتي بين إزافة دكرة برو متعدد لقل تفريق وإضافة ناكرة برو خاون عددك كوات تفريق لبينيان دا نبيوكو مستنى وجمع دفرمي إيما مذهب جمهور من بلا وخوشة كللاي جمهور مداري أم بحثة لسر أويا بلا لسر تعددك كوا بو إضافة دكرة بينا جا أو تعدد لقل تفريق دا بيوكو دو مفرد كعتف ذكرين ويشان بصر أوكي كان يا تعدد كاسم بيت تفريق بكو مصنع وجمع أو كشبيب وانا وأوش ك مذهبي جمهوري في تصحيح ذكري أويا كلا قرآن ده هاتوا لا نفرق بين أحد من رسله بين إذا فكرة وبرو أحد كأحدش وعقان وكو اسمه جنز وايو تبين كشي بتكلا وبمن رسله كلا وتاوليتي ديوا دو اسم مفرد جنين كوا تفريق لبين عندتيا حصل بوبيت والرأي الثاني رأي دوميان أفرمي أو علتي كوا أما رأي يقبو رأي دوم على علتي كوا أسمائي بيواب وما لبيج ما بين ونابي بيت أويا ك شتانا بكسرينون هاتوا يعني شتاني وأو كوملا أوان إدعا كدوا لسقسكي أسمعي كتسنية ومرفوعة لسلوك خبري مقدمة ما زائدة لبين ما كش زائدة بين مبتدايتيا مؤخرة بالا ولازم دي لسلوة كخبر بدري بخبر بدري بو تسنية كوا شتانية خبر بدري بو تسنية لمفردة كوا بينه دي لحالك خبر دان بتسنية لمفرد دروزنية واجبة أم تعبيرة غلط به دواج دفرمي أم دليلة باسم دليلكي غير مستقيم بيرايا بو چونك لبر أوا قصي فصيح لشتانة دا فتحينونا نكسر كيتي ولبر أوش بيوزناك أقا بكسر نجو خندري أما تسنية بيت بل كودالي ذكر اللغة تشكي عربان به ك
که شدت هنام بشه تانی خون بتانه هر نه که مسئول بود بانگری اونه که تصمیه بی واقعا قصه که جوانه رئیسی هم داره رئی محقق راضیه که پیوایا او علته که لبرخاطری او اسمعی من ای کردوا که ام تعبیره بگوتره اویا ما دو صورت هلده گره یکیان زائده بی اصلا او که کان زیبه موصوله بید جا اگر زائده بی واجبه لبینی واجبه بین فاعل شتانه بید اگر رو تحقیقی که سیر واقعا لشتانه ما بین الیزیدینی در اگر ما که زائده بو دبی بین فاعل شتانه بید او قصکه و او وقتا او پیش ده لسر او راکا ما که زائده بو که فاعل شتانه دانه که و غیر متعدده نه تفریقی تدا و نه عدمی تفریق و اگر ما که موصوله بو ما که دبی تفاعل شتانه و اویلی پیداده او محزولاتانه که و لپیشه و لبانی رأي أولا كا كذكرة أو ديتا بيشوان أقل بيدوا بما مفرد به يا أو كبين إضافة دكري برو دوشت كوا وق يقنين لنسبة كدا شو بو چون كمقصود شعري ودلا أم دو يزيدانا جاوازي هلا أو صافة كان يندا يشان بخيلة يشان سخاوت مندا بلا اصلش اوه بین اضافه بکره بروشتک برودوشت که لنسبت هاوکو یک وابن مثلا تو بلای بینی و بین زیدین قرابه او صحیحه نکشتکا جیاواز من لگل یکا واقعا پیچوانی یک بن او قصه مرسوم و معروف لم زمینه ده دواتر افرمي امزا محمد محمد عبد الحميد جوابك لسر ام اشتكى راضي ديري او يكيما بيما ويا ما كما يموصل الفعل الشتانية ودو قصما عن هي لتسحي او دا كأم ما يموصل به فعلي الشتان به كما عبارة لمسافة یعنی وکوه که ما بلین او مسافته که لبینی ام دو آغازی ده های دوره بود چون که چند آوه و چند آوه دو ده توانیم بلین ماکه عبارت به لوصفی کرم و سخاوت و بطنیه و ادعای او بکن که حده که گوره هی که گیشتو تا او حده و نهایت که چه یزیدی کریحاتم بطنیه و حده چی کش هیا که لخواره و پایینه که و یزیده که ابن اسید متعلقه پیه و یعنی که او انسانی که هیچو پوچه و بخیلو هیچو پوچه و که همون گدویت من افترق الیزیدانی فی هذه صفه پس تا که صحیح و اشکالی تیده نیا زور چک پس بو بوا ككتي لا أسمعي شتان ما بين زيد وعمرين دروزنية بلان غير أسمع إذا زان داوا بم دليله بس ماك أوي أسمعي بوبا أوا قسكا بوي دروزنية أجر ماك زائد بيت بين دبيت فاعلكي و أو تشش دروز دبيت كوا بيشتر بحث كلا بلان أجر ماك ما يوصل به هيتش شي تدا نیا او نهایت قصه کن بون که توزه وردیشه و نیازی به تحقیقی زیاده و اما قول بعض المحدثین جازیتمون بالوصال قطیعتا شتان بین صنیعکم و صنیعی او فلم تستعمله العرب قول برق لمحدثین محدثين يما بيشتر لا واقعا لا وأزانم لبحثي علامة كاني اسم فعل أو عناب وأزانم
بحثك من بو، وأما قول بعض المحدثين اشتيش أوا من بو بلى، وعليه قول بعض المحدثين صفحة الوشاش لم نسخة ده. تعالي لباسي تعال تعالى ككتيتي بكسري لام غلطة، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي محدثين ب محدثين إجدا قتريو أم بفتحي بداو محدثين إجدا قتريو محدثين أوانا كالدواء عربي فصيحة وحاد أو بيان الله محدث كاقصة كانيا شعر كانيا حجة دنيا بلا أقب كسري دال يعني باسم فعلي وإخويني محدثين يعني أوانا كأول كرد غلط وبلط يعني هنا أنا لغة عربية خذ أخير يعني نفسي كتيان أما بعض برا المحدثين كدلن جازيتموني بالوصال قطيعة شتاون بين صنيعكم وصنيعي مش عاد الله يا مليتان دابرين وجومان بيندان وبلان ايوا بوصال محبتان بيك دينا وباداش يا متان دايوا واقعا لبيني كاري ايوا وكاري من دا فاصلها هيا لكله او الشتانة كليرا كان دا يكسر شو تسر بينك كليوت يفاعل أو فلم تستعمله العرب بلى وكان عرب شتي بيان بكارني هنا جاء أمزا قولي أمر لمحدثينا أفرمي وقد يخرج على إضمار ما دكري تخريج كريت لسر مقدر كديني ما يعني ما يموصل بس ما اسم موصول فاعلك يديو بين دبيتتي دبيتا صفتك جاليرة كانت بينما عزرة دلت السيلة كي نكسي فت بلا زهر ساكا يعني بين بكاري فاعدنا ليرة كانت قضي أوي وذلك على قول الكوفيين إن الموصول يجوز حصفه أمش مبنية لسنوة ككوفية كان بيان ويا درست حصف موصول بكري ودكري أم شعراء أقريش بيهني قبوليكي برابري رأي كوفية كان كقبوليكي حلوات حس في موصول ابن شام هذا فلم كوفيا كان بلاخ وناخ وغير كوفيا كان يجرب شدلا لا هم على هوا مع دا سيوتي دلة حس في موصول اسمي غير ال شون كال حذف ناكد أو يقصيك ألي موصول حذف ناكد فلم بلا موصول اسمي سيق سيل سلا يتشان بمطلق درستا كوا أخفش لبصري كانوا كوفيا كانوا بغداد كانوا لمتأخرين جتا ابن مالك لسا او رأيون كلا تصيلا بانيك قصيد يوميان دروستا بوشتا عتد بكرتا وبوصر شتيق كوكو خويوابيت انا اقل عتفي تدانبو منع اولا هم عيشا او اشتكد دور دكيوتا انا امسيلا هيا بو اهو ايه دواي قصي سيوام او ايه دروستا لزرورتا بلام لا اختيار منع اوشك قصيت شيء بس لي كان بلا س وما سمي به المضارع باش يسمي جان اويك اسم الفعل كبو مضارع ناي مضارع الى دندريو وكو اوه يا اوه بمعنى اتوجع وافين يا افين بمعنى اتضجر بلا بعضهم اسقط هذا القسم وفسر هذين بتوجعت وتضجرت برق العلماء أم بشان ساقط هيروه كمزارعة يعني تفسيري أم دو سيغش يعني كله دوانا بتوجعتو تضاجرتيني بدوان تفسيري سر أنك سر ماضي خلاصي كله ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يضاف كما أن مصماه وهو الفعل كذلك أحكامات اسم الفعل أماني خوالوان إكيانويك إزافة ناكرت وكم مصماكي كفعل إزافة ناكرت حرب وجر كفل إذا فنكري من إذا فنكري ومسمى قالوا إذا قلت بل هزيدين أود قلت رويدا زيدين بالخفض أو كاك بل هو رويدا اسم فعلين أي كانا مصدرين مصدرن فعلا للفظ خوانية والفتحة فيهما فتحة إعراب الفتحة كجيت فتحة إعراب ده بلا وقدة وإذا قلت بل هزيدا يا رويدا زيدا أو كانا اسم فعلين أو دبنا اسم فعل جابوا ده الفتحة كان إعراب شو كأجر اسم فعل من فتحة كان فتحة بنائية قصدي أويه ديو معلوم أن الفتحة في ما حين يزن فتحة بناء أو كاتك تدبلها زيدا ولا زيدا فتحة كلمان دا
فتحي مبني بونا ولي عدم تنوين شنك تنوين لقل دا نيا. ومنها أن معمولها لا يتقدم عليها لأحكامات اسم الفعل أو كمعمول اسم الفعل بيجناك بس اسم الفعل ده لا تقول زيدا عليك بلا مخالفة في ذلك الكسائي. كسائي إذا زيداوة بتزورك تتم معمول اسم الفعل بس اسم الفعل بيش كبه بوشنك فرعي الحاك دوا بأصله لا أصلا كفعلة معمول بيش كبه بس لي ده تدل وقتي أن فرعي أو بأمش درسة بيش كبه بس لي ده تمسكا بظاهر قوله تعالى كتاب الله عليكم كبه وعليكم اسم الفعل كتاب ما فعل كيت بيش كبه كوتوا. وقول الرازي أو كسشك لبحر الرجزة أم بيتي قلتوا دلتي يا أيها المائح دلوي دونك يا أيها المائح دلوي دونك ما إحدى أو كسيك الأخوال ويبيركيا أتيبوي أول دولتكك وهلي إنجن أما أوي كدل لسر ويبيركيا بيدلا ماتيح أوي كدسيت أخوال ودولتك بردك هلا أو مائح أوي كدسر ودولتك حوال دا بيلا ماتيح بالي دولتك جا شاهد لي يا أيها المائح دلوي دونك تولتي دلوي دونك يعني إني بيقرا ودولت كم برك دو حوايدا بلا جا أما كسائي بمشي على إسنادي شي كدو بو آياتش كتي دلوي منصوبة بدونك كوالي شوية كالأخوالي ويتي كاسم اسم مفلكتي تيا بيشي كوتو بله ظاهرا ما مسا محمد بن عبد الحميد فرميتي جماعات العلماء ككسائية أم رأيان هيك كمفعولي معمولي اسم الفعل بيرجع كبسري ده طلع وحاوشيوي رأي كسائي رأي شيء ابن مالك اللي تسهيل ده اتروا بله او وقتا بلا مرة العلماء دلين دلوس الدلوي منصوب به بفعلك محذوف كسياقة كدلاتي لصدقة مثلا رواندي كلامك وايا كلواقع دا بلين بفعلك لمعناي دون منصوب به مثلا نابي يا أيها المائح تناول دلوي دكرة تشتكي اوابي أو قصة شيئا كده بلى. ومنها أن المضارع لا ينسب في جواب الطلب منه لو أنا ك لو أحكامات أويا كده فرمي مضارع لجواب بشي طلبي ده منصوب نابه لا تقول صح فأحدثك بنصبة خلبت خيون من لبعصي بلى لبعض مضارع منصوب ده است نظام ده خوي دوز بيانا لبي ده خوين من ك لبشي يعني مضارع لبشي طلبية كده لجواب اسم الفعل ده بله او دوزي مو لصفحي 325 ده دلا دلوزنا بري ان تقول فلا يجوز ان تقول صح فنكرمك بالنسب او قول جمهور علماء بلان كساي مخالف امان غزراوه اجازه نسب ده مطلقي ابن جني وابن اسفتيانا أجل اسم الفعل كان للفظ فعل كبو إشكالي يعني أو اسم الفعل للفظ خوي فعل كبو إشكالي يكون نزال فنحدثك ودرسة برا أجل نبو وكوصة فنكرمك غلطة تدل وما أحرى هذا القول أن بأن يكون صوابا تقوليتي كتأيدي كابن شامل ده ولا نظم ده دوباره ويلي كاتو نعم يلزم في جوابه دل لا تقول صح فأحدثك بالنسبي خلافا للكسائي أيضا بل أن نعم يزم في جواب بل أن لجوابي بشي طالبية كاتل دبيت مدزون دبيت بلا أو كاتا وكم مكانك تحمدي أو تستريحي أو كا أو شعر بحث معك البيشتر لقد ندى شعره كتحمدي لجوابي مكانك داتيا مدزون بوا وأخير ومنها أن ما نبين منها نكرة أوان كوا تنويني ورقتوا أوتي أو نكرية وما لم ينون معرفة أما أوان كتنويني نياء معرفة مثلا فإذا قلت الصهين فمعنى أسكت سكوتا ما
هر نوع سكوتيك بيني داول مخاطبة كده كي كو سكوتر عادك. بلان إذا قلت صح فمعناه أسكت السكوت المعين. بلى الأخواني شو ما مسافر ميتي اسم الفعل الأساسي باشن واحد. يشان واجب التنكير وكو ويهن واهن. يشان واجب التعريف وكو نزالي وتراكي وأوانا بابي أوانا. يشان جائز التنكير وتعريف يعني وكو صهو أوانا كد حمدك لي نكيري من ذكر المعرفة بس جاتشون أجر تنيني بيوبو أو نكيري أجر بيت بوتيا معرفة. دلوقتي الأم تعليقها دخول مو باختصار وكتاي بحسكيا للصفحة 418 دا أو ما مصطفى محمد محمد عبد الحميد خويلد رازي به كده فرمان لبيني فعل واسم الفعل دا لتشن جهة واتفاقية لتشن جهة افتراقية. طلع أهم وجوه افتراق اختلاف أماني خوالوان. طلع اسم الفعل فعل لسشتا وقيكن هادو كان لسريك معناها دلالة دكن واحد. مو اسم فعلك موافقي أو فعليك بمعنى ياتي أجا متعدي بوج متعدية أجا لازم وإيش لازم أما غالبا إنا غير غالب إيش هي شكو آمين كذا العرب ونبي سلاوك كمتعدي ببرم في العالك كفعلك شيء كبمعنى استجيبة ولا إشكالية تدانية كمتعدي ببرم يكمل طلع س هل اسم فعلك موافقي أو فعليك بمعنى ياتي لوايا كفاعلك اي ظاهر بيا مقدر بيت يعني يا زميل بيت بلا ان ضلي لحوشتا اسم فعل لفعل جابت او يك فعل كان زميلي بارز يعني لقل دا بي اما ام لقل انها اسكت اسكتي اسكتا بلا اسم فعلنا هذا ليس صح يك لفظ بو مفرد بو مذكر بو منس بو هم يعني دو مفعولي فعل بيش دكي بسالي دا ودو دكي بيت بتولي خوز كتابك بلا تتواني بجلي كتابك خوز اما اسم فعل او كاري ناكري تيا ناكري كو اسا بحث ماك سي اسم فعل عمل دكا فعل عمل دكا با كان مذكور بي يا حصفيش بي سنجاري وا واجب حصف بي وهر عاملشا لفعل مذكورة كده وكو لقيت محمدا مثلا تولي توليتي انبره ضل إذا محمدا لقيته فأكرمه ها سؤالتي إذا محمدا ده محمدا منصوبة بفعلك مقدر كوا بفعل فاعل ومحذوفة أما اسم الفعل ده بس بيت همشا معمول مذكور بيت يعني اسم الفعل لتقدير داني يتاوكم لن أملك شوارم فعل كان تصرفي أنت أذكرت صيغة كانيان دا غوردرين بجوري اختلافي زمان سكت اسكت اسكت ما اسم فعل هر يك جور بينش درستا تأكيد فعل كي باسم فعل بلاي اسكت صا بتساول ليتي بلان درست نيان تأكيد اسم فعل كي توب فعل يعني بوني بلاي نزال انزل او غلطة شاشة ميدانة فعل منصوب دا بي لجوابي لجوابي بلين فعل جو منصوب دبل لجواب لجوابي خويدا وقت دلالة كلاسين لجوابي أمر دا وقت دلالة كلاسة تلوط لي انزل فأكرمك بلا مضارع لجواب اسم الفعل دا بعد دلالة كلاسة تلبش صيحة قوية كواتية منصوب نابي وشش حوتا من دعنا بلو روشتون للنحو كان كفعل أصل الاشتقاق دا ككوفية كان نوا بلا مكزنا رشدوا بلوي كولا اسم الفعل أصل الاشتقاق ده أما كل نقاط اختلاف وافتراقي افتراق واختلافي اسم الفعل وفعل لجيتك و نقاط اتفاقيا لقوشيتك وكواقعا خدا درزاتي عليك الزور بركو فيكي توضيحي ده ظاهرا بحثيش كان ما بيتواني وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين الأخوة دوادك إنك أخوة قولة أم إلماما بوكاتا باعثي مايي سعادة وخوشبختي وترقي هم دينو هم دنيا من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.